مرحبا بكم مشاهدينا الأوفياء في الموجز الإخباري الأسبوعي الخاص بنادي الرجاء الرياضي. البداية بالتعادل المخيب للأمال الذي حققه النصور داخل إطار كأس الاتحاد الإفريقي عن الدور التمهيدي أمام فريق إفس نواديبو الموريتاني بهدف لمثلي. الرجاء انتظرت للشوط الثاني لتفتح مجال التسجيل عن طريق محمد خلدة، لكن الفريق الموريتاني استطاع تدارك الموقف وسجل لاعبو هدف التعادل. نتيجة انتهى على إيقاع الذهاب ليتأجل الحسم للقاء الإياب في 17 من مارس الجاري في الملعب البلدي لنواديبو. مباشرة بعد لقاء الكاف والذي عرف غياب مجموعة من العناصر، عاد الخضر للحصص التدريبية فيما استمر غياب المصابين. والحديث هنا عن الوادي والعبادي مع التحاق الشاكر والآخر بمصحة الفريق، في حين عاد الحفيظ وجبيرة للتدرب بشكل عادي رفقة المجموعة. الاستعدادات متواصلة هذه المرة لمواصلة مشوار البطولة، واللقاء المقبل يحمل النكهة الخاصة أمام الحسنية الذي يعتبر منافس مباشر للرجاء في بطولة هذا الموسم إلى جانب اتحاد طنجة. زملاء بانون سيرحلون لعاصمة سوس وعينهم على تحقيق الفوز، ونحن على مقرب من الثلث الأخير من الدوري والخطأ ممنوع. ما هي الرسائل التي يوجهها الطاقم التقني للعودة للبيضاء من نقاط الثلاث؟ Donc nous dans l'ensemble de l'ambiance est bonne. On se prépare comme tous les autres matchs. Malgré il y a un peu la déception par rapport au match de la compétition africaine, on a fait un match nul chez nous et ça nous a un peu affecté. Mais quand cela ne tient, c'est déjà passé, on doit voir d'autres choses. Et là, c'est le championnat, c'est différent de la compétition africaine. On va se préparer comme il faut parce que tous les matchs sont égaux à eux-mêmes. On va se bosser comme il faut. J'espère qu'on va ramener les 3 points samedi soir ici à Casa. السبت إذن موعد جديد للرجاء داخل إطار البطولة الاحترافية في تمام الثالثة زوالا بالملعب الكبير لأكادير أمام فريق يبلي البلاء الحسن. هذا الموسم سيكون مدعوم بجماهيره، لكن عشاق الرجاء كالعادة حاضرون مساندون إن شاء الله.